واحد بعت قص علينا قصة، بيقول صاحب الشركة اداني يعني طلب مني اشتري له سلعة وقيمتها 1500 وما ادانيش فلوس وما ادانيش يعني قيمة مواصلات. فأنا رحت وجدت السلعة، قلت له السلعة هي موجودة وقيمتها كذا، اشتري ولا اشتري؟ بعد ما قال لي كده عملت نيجوشيشن وفصلت مع الايه مع البائع، وصلتها 1100 وطلع لي 400. هي دي حلالي ولا مش حلالي؟ هذا هو سؤال حبيبنا. الجواب عن هذا لا ينبغي لك ذلك. العمولة لابد أن تكون بعلم من سيدفعها، دفعوا عمولة وهو لا يدري لا يصلح. هذه نقطة يغفل عنها كثير من الناس، العمولة لا تصلح إلا بعلم من سيدفعها، فلا ينبغي لك ذلك. يلزمك إخبار صاحب الشركة بالواقع وتتحلل منه، فإن طيب لك هذا المبلغ طاب لك، وإلا رددته إليه. ثم نكرر، العمولة لابد فيها من علم من سيدفعها لكي تحل.